السلام عليكم طلاب، نكمل محاضراتنا السابقة. احنا بهذه المحاضرة كملنا الدايود كاركترستكس، هسه نجي على موضوع انه هو الترانزستور كاركترستك. شنو الترانزستور؟ احنا اول نوع ناخذه راح ناخذ الباي بولر جنكشن ترانزستورز. الباي بولر او الباي جنكشن ترانزستور، باي بولر لانه ثنائي القطبية، باعتبار انه شنو عندي هولز وعندي الكترونز. التسميات احنا سوينا باعتبار انه احنا استفادينا من عمل الدايود، فسوينا كانما دايودين باتجاهين مختلفة، يعني دايود ان بي ربطنا من هاي الجهة و بي ان قبله ربط، فش راح يصير عندي بي ان بي او بالعكس بتطعيم اقل طبعا. واستخدمنا انه ايش قد قيمة التطعيم، يعني نشوفوا مساحة الان هي 1 إلى 150 أو 150 إلى 1 باعتبار البي مثلا أكثر من الإن، فهذا الفرق بيمن باستخدام السيمي كوندكتر. المواصفات اللي احنا نحتاجها، احنا نحتاج دائما مجموع كل ترانزستور أو كل دايود، مثل ما شفنا انه بيه تطبيقات. هذا الدايود من طبقنا بيه تطبيقات وصلنا الى نتيجة انه كيرف، وهذا بالخرج وبيؤدي بريك داون ريجن واكتف ريجن، فا او الزينر ريجن اللي سميناها. فاستفادينا بيه من حسب الدايود وحسب تطعيمه وحسب حاجته المن للدائرة. من تطور انه الترانزستور، من صنعوه انه سووا له بناء خاص بالكونستكشن. هاي البناء انه بالمانيفاكتشرنج بالتصنيع مالته، استخدموا تو جنكشن بي ان، هذا يكون انه انحيازه مثل امامي وذاك يكون عكسي، هذا عكسي هذا امامي، اثنين هن امامي ممكن يصير بيمن حسب هاي الحاجة حسب الرابط اللي راح يكون عندنا. راح شنو ينطينا في الكاركترستيك للدائرة. نجي على عمل الترانزستور. طبعا نفس ما فهمنا عمل الدايود، باعتبار انا ايش عندي؟ عندي ماجورتي كاريرز وماينورتي كاريرز. فاذا شفنا انه الماجورتي كاريرز المفروض هنا تجي منين؟ تجي من هاي الجانب البي الى الان، راح يكون هذا هنا اكثر من هذا، فراح يكون بي انحياز. اذا سويت له شنو هذا الانحياز في الدبليشن ريجن شو يصير؟ يصير اصغر، في فورورد راح يصير. بالمقابل من هنا ايضا ممكن هم ايضا نسويه ايضا فورورد، شي يصير عندي؟ يصير عندي ريفرس العفو، فيصير عندي الدبليشن ريجن شنو الزيد. طبعا هذا شنو مرة نستخدمه من هاي الجهة مرة من هاي الجهة. احنا شلون نسميه؟ عندنا ايميتر وعندنا كولكتر عندنا بيس. البيس انه القاعدة اللي نقول الاساسية بين الطرفين. الاميتر اللي هو يعني نسميه بالعربي يمكن المرسل او يعني ما اذكر، لكن انه الاميتر يعني تسميته انه هو نقول قاعدة بيس، وكولكتر اللي هي الجامع اللي هو يجمع الكترون، فيكون بي هولز اكثر. على العموم انه هو شنو هذن التسميات؟ هاي التسميات حتى احنا نقدر نعرفن دائما ترمز له رموز اللي هي كابيتال لتر ويتالك. شلون ليش نسميهن وليش نرقمهن؟ حتى انه انا من اريد اربط بالدائرة انا شو احتاج؟ احتاج مثلا في سي سي، فالفي سي سي وين تربط؟ المفروض على السي. مثلا اذا ربطت ويا البيس والبيس صارت شنو؟ كومون، فهي مشتركة نسميه كومون بيس. اذا صارت لا بالعكس الكولكتر مشترك بيناتهم، يعني نكون نقول الايرثينج راح يصير من الكومون، الكوم راح يصير هنا، فراح شو نسميه هسه؟ هذا كومون بيس.
انه البيس هي مشتركه بيناتها. فاذا نحتاجها احنا بيمن حتى نصمم دوالنا. وليش هو هذا المختصر مالته بي جي تي؟ بي جي تي خاف انه مثلا لانه احنا عندنا نوعين من الترانزستورات، عندنا البي جي تي وعندنا الفيلد افكت ترانزستور. طبعا عندنا انواع بالفيلد افكت ايضا نوعين، اكثر من نوع. زين البي جي تي ايضا قلنا شنو نوعين المستخدمه مالتنا احنا، الجنكشن مالتنا عندنا بي ان بي وكو ان بي ان. هسه نجي على رموزهن بعد ما نشرح تفاصيل اكثر. هذا هنا الريفرس والفورورد. فهنا اذا اشتغلت هنا الميجوريتي، هنا الماينوريتي راح تشتغل او الماينوريتي راح تشتغل وفيزيد. فايش راح يصير؟ راح نقول هذا الانتقال بيناتهم راح شنو؟ راح يسجل لي نقول التغيرات اللي نحتاجها اللي تفيدنا بالدائرة، مثلا من تكبير او حسب الحاجة. وان شاء الله راح نجي ناخذ تفاصيل اكثر طبعا، حتى بالثاني بالمرحلة الثالثة ايضا تاخذون بعض الترانزستورات والتطبيقات. زين نجي نحلل الدائرة، يعني لازم نسوي كوفلنت سيركت. يعني هسه هاي الدائرة منين راح يجي التيار؟ راح يجي من هنا ويرجع، يفتر منه ويرجع. زين اضافة لذلك الاي سي منين راح يجي منه تيار؟ الاي اي شي يساوي انه المفروض جمع الاي بي زائد الاي سي، اي بي جمع مع الاي سي تطلع لي الاي. ليش؟ هذا رمزه هيك البي ان بي رمزه هيك. طبعا احنا اكثر استخدامات الان بي ان، اكثر دوائر تلقونها استخداماتها ان بي ان، لكن احنا لازم ندرس ونشوف شنو كاركترستك مالتها. زين عندنا الاي سي منين اجتنا؟ هي عباره عن الاي سي ميجورتي، والاي سي في حاله انه اوبن سيركت رفعنا الرجل مالته. فشي يسمونه open circuit minority، يعني اذا فصلناه وشفناه انه شقد راح ينطينا، فهو هذا عبارة عن مجموعين. نجي هسه على انواع الربط اللي احنا دائما نستخدمه اللي هن ثلاثة، مرة نستخدم common base، مرة نستخدم common emitter، مرة نستخدم common collector اللي هي قبل شوية انا اعطيت تفاصيل عنه. الرموز اذا تلاحظون هذا الان بي ان، ان بي ان وين التيار؟ كانه مبين اتجاه التيار هو ويامن ويسهم. اذا بي ان بي بالعكس المفروض يجين التيار بالعكس. فهاي الملاحظه كلش انتبهوا لها، لانه انت من راح تعرف نوع الترانزستور من الرسم راح تقدر تفهم الكاركترستيك وتقدر تطبق قوانين. هسه بالنسبه للفولتيات والتيارات، احنا عندنا بالنسبه للتيار الايميتر دائما، لانه احنا وين راح تجي الايميتر؟ هاي الايميتر، تيار الايميتر منين؟ طبعا راح يعتمد على فولتيه البي بي اي اللي هي دائما 0.7. يعني احنا حتى دائما التوكيات تفرضها 0.7، هاي 0.7. ليش 0.7؟ لان هي بيها جنكشن وحده وبيها فورورد، فلهذا تشوفونها نفس تفاصيل الدايود، يعني نفس كاركترستك مال الدايود. طبعا اذا زادت الفي سي بي، زادت الفي سي بي، في سي بي الكومون الكولكتر بيس، هاي كل ما تزيد كل ما انه شنو نوصل الى الايديال، باعتبار شنو تنحني اكثر. شوفوا هنا اذا نلاحظ، يعني احنا ممكن نزيد، اذا زيدنا الفي سي بي ممكن تفيدنا بمن حصول على كاركترستيك افضل، يعني في بي اي افضل قريبا 0.7 ثابته. واللي وبالش اسمه نقول بالتيار بالاي سي ايضا هنا، طبعا هذا لانه الاي سي 5G صار كأنما احنا يعني
نقول عكسي، فشو راح يصير عند التيار مالتي هنا؟ انا شو راح يصير هنا؟ نقيس بالنسبه للفي سي بي قبل شوي اللي قلنا عليها مقارنه مع التيار الايسي، مع التيار الايسي. فنجي هنا من نجي ندقق، اذا تلاحظون هنا تقريبا الاي سي يساوي ان الاي اي، يعني هنا اي ايش قد بهاللحظه؟ صفر مثلا، هنا سبعه، هذا سبعه، تقريبا متساوين. بس اذا زاد عن الماكسيمم في سي بي، ماكسيمم في سي بي، فشوفونه تبدي تختلف. ليش؟ لانه عندي اي بي زيد. احنا ايش قلنا؟ قلنا الاي اي يساوي ان اي سي زائد ان اي بي، فالاي بي كلش قليل، ممكن بي يعني نقدر نقول اغنورد او نيجليجبل او مهمل. فهذا اذا سويناه هيك يهمنا، ممكن يطلع اي اي يساوي نش، بس ايش وقت بيا ريجن، هاي ريجن اللي نسميها اكتف ريجن او اكتف زون. زين، اكو ريجن اخرى يسميها ساتوريشن، اللي احنا ايش قلنا هسه لحظه التشبع، فش راح يصير بي؟ اللي هي بريك داون. فمن يصير بريك داون انه عكسي، فش راح يصير عندي هنا اللي هي لحظه التشبع. احنا لانه لازلنا نعمل، بس هاي نحتاجها المن، نحتاج احنا بعدنا ما واصلين الى مرحله التشبع حتى يعمل. زين، وهاي المنطقة نقول اذا في سي بي بالسالب صارت، هاي نسميها كت اوف ريجن، هاي نهائيا ما يشتغل للترانزستور. فبهاي احنا الاكتف، احنا عملنا اصلا بالاكتف ريجن، والمفروض وين يشتغل؟ يشتغل هنا نقول، يعني ما يقترب من هنا وما يقترب من هاي. فطبعا شو وقت هاي تتغير؟ يتاثر دائما الترانزستور بالحراره، يتاثر بالفريكوانسي، بالنويز، كل شيء يتاثر. فحاولوا تنتبهون من هذن الايتاليك نوتس، هذن بالازرق ويكون ايتاليك مائله، حاولوا يعني الاكتف ريجن شو تسوي لي؟ هي البيس ايميتر فانكشن فورورد بايس، بيس ايميتر فورورد، بين 0.7 انطان، اذا فورورد. والكولكتر بيس شنو؟ ريفرس. فهاي ايش يصير عندي؟ اللي هي لحظه اكتف اللي احنا نريده، مو يصير عندي هذا فورورد وهذا فورورد، وراح ايش يصير عندي؟ راح يصير مو اكتف، راح يصير عندي كت اوف. اذا فورورد هاي ساتوريشن راح يصير. اذا عندي ريفرس راح يصير كت اوف، ما يشتغل، يعني الترانزستور ما يشتغل، كانما ما بي انحياز بايزنج. وهاي طبعا بالاكتف ريجن قبل شوي ايش قلت لكم؟ تقريبا يساوي مساويات. وبالكت اوف ريجن شو يسوون لي؟ الكولكتر والجنكشن ترانزستور ار بوث ريفرس، هاي قلت لكم قبل شوي عليها، والساتوريشن انه اثنين فورورد. مثل ما نشوفه هنا انه بدت شنو؟ يعني نقول تتحسن، كل ما زيدنا الفي سي بي شو راح يصير؟ راح توصل مرحلة انه اعلى. اللي هنا قبل شوي ايش قلنا؟ هاي الفي سي بي شنو؟ اذا زودناها شو راح يصير؟ ممكن يصير 0.7 ثابت. نجي على مثال بسيط حتى شنو نفهمه. شو يقول استخدام هاي الكاراكترستك 3.8، خلينا نشوف هسه. اذا الاي اي 3 ملي امبير وفي سي بي ايش قد؟ 10، 3 ب 10، شو يريد هو؟ اوجد لي الريزلت، يعني شو يريد عندي؟ يريد الاي سي او الفي سي، اما الاي سي او الفي سي او الفي سي بي العفو، هنا رايد الفي سي بي والفي بي اي، دائما الفي بي اي قلنا 0.7. فالكاراكترستك اي سي المفروض شو يساوي؟
قلنا هسه قبل شوي شرحنا، اذا هو 3 اي اي 3 بياع بالعشرة، خلينا نشوف بي بي اي بالعشرة، في في سي بي هاي 83 بالعشرة هاي و3 هنا تقاطع، يعني هنا شرح يساعدني هذا التقاطع. خلينا نسوي يعني هنا خلينا نسوي هذا الخط هنا بالعشرة وهنا بالثلاثة، فإذن هذا شقد راح يصير؟ أيضا 3، يعني مبين تقاطعة ما راح يصير نان اللي هي 3. المطلب الثاني إيش طالب؟ using the statistic هم يعني نفسية determine the result determine the result collector current IC، يعني if IE شو يساوي لنا 3 ملي أمبير but VCB reduced to 2، نفس الشيء أيضا لأنه باعتبار شنو نيجليجبل انه هاي شو اسمه التغيير مو هالقد يعني مبين. اذا راح نرجع له ايضا يعني نزلت هاي علم الاثنين، مو اذا نزلت يعني مو هواي، وهو هذا نفسيته 3 هنا مو هالقد التغيير يعني موجودة نفسيته نفس القيمة. نجي على السؤال الاخير الثالث شي يقول، يقول في حال انه سي يعني كاستاستك هاي 3.7 و3.8 يقول ال في بي اي مالتي اكيد 0.7 هي، بس على العموم نشوفه اي سي مالتي 4 ب20 نجي على كاستاستك الثاني هذا 4 ب20 هاي 20 هاي العشرين الأولى والأربعة منها نجي إذا سقطناها يعني أكثر من 0.7 اللي هو هذا المطلوب، فإذا نشوفها هنا 0.74 يمكن 0.7 الناتج من 0.74 مو بالضبط 0.7. السؤال المطلب الأخير عيد السي بس وين على 3.8 و3.10 السي، يعني نشوفها حتى نطلع ال 3.10 سي هذا 0.7 واضح مبين، إذا في بي اي 0.7 الاي اي نفسي يساوي تقريبا أيضا 4 ملي أمبير وخلاص. هاي بالنسبة للمثال توضيحي. هسه نجي على يمن نجي على ال 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 نقول المتغيرات اللي نحتاجها، يعني الفاكتورز اللي احنا نحتاجها بيمن بالحل. اكو من ضمن الفاكتور اكو الفا، الفا طبعا احنا راح يعمل الترانزستور راح يعمل مره بالدي سي مود ومره بالاي سي مود، وهذا الدي سي مود مثلا بمستويات انه الاي سي والاي اي شنو نتيجة للمايجوريتي ميجوريتي كيريرز وتعلق بي من عدد الالفا اللي ممكن انه يصير عندي بها انتقال بي من بين الجنكشن. فالالفا بالدي سي هو عبارة عن اي سي على اي، وهذا هاي الموضوع مهم جدا. طبعا احنا قلنا احتمال الاي سي والاي بي تقريبا متساوية او مو متساوية، فهي تقريبا 0.9 إلى 0.998 يعني مو واحد، ما ممكن تصير واحد، لكن ممكن طبعا نبات نقترحها او نقول ايديال فنعتبرها واحد، واضح؟ فقانوننا شو راح يصير؟ اما اي سي يساوي لنا الفا اي، بس وياش نضيف؟ نضيف لانه تيار الكولكتر بيس، كولكتر بيس بمن في حال انه اوبن سيركت، لانه احنا ايش قلنا هذا ريفرس، فاذا صار اوبن سيركت كانما مفصوله رجل كامله مفصوله كانما ما توصل ماكو تيار، بس هي راح يكون تيار كلش قليل، فاحنا نضيفه المن للاي اي.
وهو تقريبا شنو تقريبا يساوي لنا صفر، لكن احنا نضيفه. وشلون نحسب الاي سي؟ نفسية الالفا بس تحسبها عن طريق الاي سي. شنو هي الفرق بين تيار الكولكتر على فرق بين تيار الاميتر؟ مو كان تيار الكولكتر على الاميتر بالدي سي لان مستمر كونستانت، بس بالاي سي متغير، فاحنا ناخذ التغيير على التغيير. على فرض انه الفي سي بي كولكتر بيس شنو هي كونستانت، نثبتها. يعني ليش نثبتها؟ باعتبار انه شنو حتى نقدر نحسب الفرق بين التيارات. وبالخريطه هسه احنا اذا نشوف بالكاراكترستيك، خلينا نشوف بالكاراكترستيك، يعني نثبت الفي سي بي مو هاي. اذا ثبتنا الفي سي بي، ثبتنا الفي سي بي بي في سي بي اذا ثبتناه حتى نحسب الفرق، يعني ما نقدر نحسب هنا هاي القيمه وهاي القيمه، يعني لازم نثبت فد متغير واحد. وعندنا قيمه تغيير الاي سي على تغيير الاي، ليش؟ لانه اكيد راح يتغير. يعني اذا قلنا انه بالواحد شقد اي سي شقد كان، ايضا واحد، وبالاثنين شقد كان، ايضا اثنين. فاذا هنا راح يصير تغيير على الدفرنشال، على الدفرنشال، واضح؟ دلتا اي سي على دلتا اي مع تثبيت الفولتية بين الكولكتر والبيس. ايش وقت يصير انحياز؟ طبعا اذا صار انحياز احنا قلنا شروط الانحياز شنو، يحتاج الى شنو VCC وناقص VEE، واضح؟ يعني احنا هنا اذا كملناها هاي هاي، طبعا هذا بالبيس كومون بيس العفو، وراح يساوي اكيد. وقلنا في حاله انه البريك داون ريجن اللي هي شنو مثل ما سميناها الزينر زون او ريجن او بريك داون ريجن، فاحنا ايش راح نسوي؟ نحتاج هاي الفولتيه، ايش نسميها؟ فولتيه البريك داون بتوين كولكتر بيس اوبن سيركت، يعني حتى لا تنسى اوبن ستيت، يعني اوبن سيركت، واضح؟ فا اوبن ستيت راف، فهاي حتى لا تنسونها. هاي ليش استخدمناها؟ بانه هاي لتر او على مود او. نجي على موضوع مهم اللي احنا هو الشائع، هو اللي نستخدمه في اغلب الدوائر، اللي هو شنو كومون اميتر، اللي احنا تشوفون كرابطنا تقريبا كومون اميتر. وقلنا اشهر شيء احنا نستخدمه الان بي ان، اكثر شيء يعني نستخدمه ان بي ان، يعني يكاد يكون نادر بانه بالمختبرات نستخدم بي ان بي، يعني للتجارب بعض التجارب، لكن احنا كعمليا اكثر كبراكتيكال سيركت يكون ان بي ان. وهذا رمز الان بي ان. شلون طريقة انه الكومون؟ باعتبار الاميتر راح يصير كومون، الاميتر هو كومون، وننطي في بي بي او نقدر نعتبره هنا ناقص في سي سي نفسيته موجب في سي سي، واضح؟ هذا الان بي ان، هذا البي ان باتجاه التيارات مثل ما قلنا، باتجاه هذا السهم راح تعرف شنو التيارات الموجوده. نجي هنا على الكاراكترستيك، كاراكترستيك مالت من؟ مالت الربط مالتنا مال التيار. طبعا احنا هنا راح نقارن بين الاي سي والفي سي اي، وممكن هنا يكون نقيس البيس، بس اذا تلاحظون هنا البيس بدا يزيد، يعني فاذا هنا المفروض الاي سي ما يساوي لنا اي اي، لانه احنا كان نجليجبل، فممكن انه نهمله باي وقت، بس هسه هنا بدا يزيد. فاذا هنا من نجي كل ما نصعد الاي سي ممكن انه شنو يزيد عندي، والدليل بانه كل ما زاد شوفوا الفي بي اي ايضا شنو الفي سي اي العفو في سي اي كل ما زادت وصلت للعشرين
تبدي الفولتيات تختلف، يعني بالعشرين عفوا هاي الفولتيات تبدي تختلف، والبيس شنو بدأ يزيد، بدأ شنو يزيد. هسه نرجع عليه من على القانون مالتنا، نرجع لنفسي اي يساوي اي سي زائد نفسي، وقلنا الاي سي يساوي الفا اي، يعني باعتبار الفا يساوي اي سي على اي، وهذا نفس القانون نفسي. وقلنا اكتف ريجن يشتغل شو وقت في حالة انه البيس اميتر فورورد وال بيس كلها او كولكتر بيس شنو ريفرس. هاي القوانين بالنسبة اللي هي الاشتقاق مالتها بالنسبة لعلاقة الاي سي مع الاي او الالف. بس احنا هنا ايش قلنا؟ قلنا بانه في حالة انه اذا اردنا دائما اكو عندنا تيار بالبريك داون بالاوبن سيركت بالاوبن ستيت، فهذا بالاوبن ستيت عندك تيار الكولكتر بيس هذا موجود، وراح نجمعه ونبدي شنو نعوضه باعتبار انه هذا الاي سي اذا اشتقيناه بهاي الطريقة راح شنو نطلع الالفا خارج قوس، بالنتيجة راح يطلع لي هذا القانون. هذا القانون مهم ايضا. اذا اردنا بعد نحسب اكثر فاحنا الاي سي اي بالاوبن شو يساوي لنا اي سي اي سي بي بالاوبن اللي هو هذا قبل شوي طلعناه على واحد ناقصا الفا، وقلنا بالالفا ماكسيمم مالته هذا هاي القيمه ممكن نعوضها في حال انه شنو نقول اذا في حاله الاي بيس مالتنا صفر، يعني قيمته اعلى شيء ما نقول 1.997998 في حاله انه صفر اي بيس صفر هاي تطلع لي هاي القيمه. واللي شنو احنا بعد ما فرضناها تلقى هاي عندي 0.7 وعندي باعتبار هذا شنو تيار كل ما يزيد راح يبقى عمودي، يعني ايديا اللي احنا دائما نستخدمه. هسه هذا مثال منطيني حسب الكاراكترستيك مال الفيجر هذا اللي هو 3.13 اوجد لي شنو الاي سي هات اي بي شقد 30 مايكرو امبير وفي سي 10، يعني بالعشرة بالثلاثين مايكرو اوجد لي شنو اي سي فيجر 3.13 فيجر 3.13 ها 10 رايت و وال بثلاثين 10 بـ3 10 هاي 10 وهذا 3 هذا اللي هي الكيو بوينت، واضح؟ يعني هنا راح تكون هاي الكويسنت بوينت او الكيو بوينت. طبعا راح نجي بالشابترات اللاحقة ان شاء الله انه شلون نرسم هاي الكاراكترستيك وبالعمل المفروض ايضا تاخذونه ان شاء الله. زين، وهذا من نفس الحالة نفس الطريقة القديمة. نجي على موضوع جديد اسمه بيتا. طبعا بيتا ايضا مثل الالفا هي ايضا دي سي واي سي. بالنسبة للدي سي اللي هي ليفل اوف اي سي تيار الكولكتر والاي بيس، يعني نسبة كلش قليلة المفروض، مو يعني نسبة الاي سي نسبة عالية العفو اي سي بالنسبة للاي بيس. طبعا وهاي النوبات يعني بين 50 واكثر من 400 يعني رينج مالتها، لان الاي بيس كلش قليل. هسه قبل شوي شفناه بالمايكرو، بينما الاي سي شقد كان 3 ملي مثلا، هسه 6 ملي نانا هنشوف هنا اقرب 2 ملي هذا 20 مايكرو، يعني هواي فرق الف ضعف، فواحد على شاشة تطلع بالالف، يعني المفروض بيتها مالتي الف.
فلهذا احنا دائما نعمل نخلي الترانزستور نقول يعمل بهاي الاكتف ريجن ما يتعداها، لانه يعني هنا راح يصير هاي من يوصل كل ما يوصل فوق، يعني هسه مثلا هنا هي 96 زين، هاي 3 ب30 العفو 3 ب30 يعني 100 100 مو 1000، 3 ب30 راح يصير 3 على 30، 3 ملي على 30 مايكرو راح يصير 100 بالنسبة هذا للدي سي مود. وطبعا هي شنو هي نقدر نسميها تساوي ال H F E، هاي ال H small letter اللي هي الهايبريد هايبريد وعندي ال forward to emitter common emitter بال common emitter و forward current فورورد كانت واضح. فذني يعني هاي كومون ايميتر احسن اشرها فورورد كانت حتى شنو تعرفون هاي لازم انه بعدين ان شاء الله من نجي بالشابترات اللاحقة ان شاء الله ايضا ندرسها ونشوف شنو تفاصيل. فالبيتا بالدي سي هي اختلاف، لان يعني احنا قلنا الاي سي الاي سي مو الدي سي بالاي سي، لانه كان بالدي سي ثابت اي سي على اي بي، بينما بالاي سي المفروض نثبت الفي سي كونستانت ونحسب دلتا اي سي على دلتا اي بي اللي هي شنو. مثلا نشوف هذا الرسم مالتنا، نثبت الفي سي دلتا اي سي على دلتا اي بي، يعني مثلا نقول بالثلاثة هلقد كان اي بي، بالخمسة هلقد كان. فبهاي اللحظة مثلا نشوف الاختلاف هذا على هاي القيمة، فتطلع لي شنو قيمة البيتا ك اي سي اي سي ودي سي. زين حسبناها، حسبنا الدي سي طلعت لي، وحسبنا الاي سي لازم نحسبها. فشوفون هناش قد فرق، شوفوا الاي سي عن الدي سي. وهذا هسه احنا اذا ردنا نلقى فد نشتق، طبعا هذا مطلوب وجدا بسيط، اريد اشوف انه شنو الربط بين الالفا والبيتا، يعني احنا قانوننا الاساسي هو هذا. نجي نعوض الاي هي اي سي على الفا، ونجي نعوض الاي بيس هي شنو اي سي على بيتا، نطلع اي سي عامل مشترك، بالنتيجة شي يطلع لنا، يطلع لنا 1 على 1000 اذا اعتبرنا هذا شو اسمه مساوي، فنشطبه من الطرفين، فش راح يطلع عندي، راح يطلع عندي القانون الفا يساوينا بيتا على بيتا زائد 1، او بيتا يساوينا الفا على 1 ناقصا 1000 اللي هو ذني قانون مطلوب. وطبعا احنا ايش قلنا، قلنا انه هذا يحتاج بيمن بالاوبن سيركت نفس هاي القوانين اللي قبل شوي شرحناها، وين بالبيس كومون بيس العفو. للانحياز شلون راح يصير؟ طبعا نفس الطريقة اللي هسه قبل شوي شرحناها، والبريك داون ايضا نفس العمل مالت الكومون بيس، بس هنا اكو عندنا فد ملاحظة مهمة. احنا هنا شو يصير عندي، هنا عندي لو انه انا اشتغل قريب هذا كلش قليل، فش يصير عندي يسمونها نيجاتيف ريسيستنس ريجن، نيجاتيف بس طبعا هذا من تقول نيجاتيف ماكو مقاومة سالبة يعني مستحيل، بس احنا شو يصير عندنا هاي شلون الكاراستاستيك تصير بي، من يصير عندنا من يصير عندي بريك داون، من يصير عندي مشاكل بيمن بالدائرة، يعني احنا هاي المنطقة اصلا نقدر نقول انسيف حتى نقدر نشتغل، فهي هاي بريك داون، بريك داون فولتج، بريك داون فولتج بتوين كولكتر اند ايميتر في حالة انه اوبن ستيت،
شوف ايش قد هذا يكون هنا يلا صير، وهاي دائما ايضا موجوده. المحاضره القادمه نكمل موضوع الكومون كولكتر.